مساء الخير. في الحقيقة بس أنا عايز أتكلم على نقطة معينة. بشوف كلام كتير على النت بيقول إن الفرح متكلف 10 أو 12 مليون جنيه. أنا بس عايز أقول إن أنا عمري ما قلت إن الفرح متكلف الأرقام دي، وما قلتش أصلا هو متكلف كام. طبيعي الفرح متكلف فلوس كتير جدا، علشان المطربين كلهم دول يكونوا موجودين في المنصورة، وحجم المطربين دول والعدد ده، غير بقى التفاصيل التانية بتاعت الفرح زي التصميم بتاع الفرح، زي الديكورات والكلام ده كله. كل تفاصيل الفرح طبعا كانت غالية عشان تطلع على أعلى مستوى. بس انا ما قلتش رقم معين، ومش حابب اقول رقم معين لتكلفه الفرح ولا اجر الفنانين كام، لاني انا شايف ان دي حاجات شخصيه قوي مش لازم اي حد يعرفها. فانا بس حبيت اوضح النقطه دي، ان انا ما قلتش على سعر الفرح لاي حد خالص. في نقطه تانيه من ناحيه الانتقادات السلبيه، بشوف ناس كتير بتقول بدل ما تدفع فلوس كتير فرح زي ده بيخلص في كام ساعه، ما كان المفروض تتبرع بيهم، كان المفروض تخلي بالك من الغلابه، كان المفروض تعمل كذا ومفروض تعمل كذا، وحرام عليك وليه كده وحرام وكلام كتير ملوش لازمه. انا بس عايز اقول كلمه معينه، الناس اللي بتعلق دي، هو انت تعرفوا حاجه عن حياتي؟ تعرفوا انا بعمل ايه في الخير؟ محدش فيكم يعرف اي حاجه خالص. بس اللي انا عايز اقوله ان انا بعمل كتير كتير للخير، ومفيش حد بيعمل خير وبيروح يعلنه، لان اي حد بيعمل خير ويروح يعلنه الناس بتقول عليه برضه بيتمظهر. فكده ولا كده مفيش حاجه بتعجب الناس. بس اللي انا عايز اقوله ان انا بمقابل اللي انا عملته في الفرح ده، انا عملت خير كتير جدا لله قبل الفرح، وما زال بعمله لحد دلوقتي. بس مش هروح اقوله للناس، لان دي حاجه بيني وبين ربنا. فيا ريت بلاش الانتقادات اللي ملهاش لازمه دي، والمفروض الناس تفرح وخلاص يعني. شكرا.